إن أنا 55 سنة وأكثر وأجونا من دون ما بلغونا، والله بيعلم فينا يوم نجوا وهدونا وبهدلونا وشو بدي أحكي حد. ولما جو جيش خشوا علينا جيش، مش يعني جيش قليل، خشوا علينا جيش كثير. والله أنا بسوي في الجبنات ولا هم متحوطيننا. واطلع يا حجي وروحي يا بنت، اطلع يا حجي دقبرونا هكذا وهكذا. والله شوي بعد ربع ساعة إلا الجرافات جاية، ما خلوش حدا يفزع لنا يخش علينا. والله إسرائيل فضعت، إسرائيل عجبت. يعني الصحفية جونا وشافوا الجيش، وفي صحفية لقوا الجيش قبل ما يطلع من عندنا. وأنا مريضة وأولاد ابني بتصايحوا، أجازة فيهم بس يخلونا قطشة عريش، بس محل واحد يخلو. والله مريض ويحج خيام الصليب ما خلوناش نصبهم، والله خايفين لحد الآن منه، منعونا من صب خيام الصليب، منعونا يا حج. شو بدي أقول لك يا حج؟ بعد أنا بقيت أنا في المدرسة، بس روحنا من المدرسة كل تفاجأ، يعني مش مصدقش أول مرة هدينا، يعني تعوضنا عادي، بركسين هدينا، بس أما هاي المرة كل شيء راح، كمبيوترات، تلفزيونات، كل شيء كان إلي أنا كمبيوتر. كانت أنا دار أنا، تعود الواحد، بس يعني مش بيكون احتلال إيه زي ما بدك، بس ما يكون فيش احتلال، فيش شي نقرأ عليه. يعني ترى على المدرسة هيك زي ما رحت زي ما رجعت، فيش شي. أسبوعين زمان بنبدأ في الامتحانات الفصلية. أما لو تروح تاخذ من البركس تبعهم العنب، تاخذ حبة عنب، والله لا يعمل فيك أضرب من هيك، لا يقومك من الدنيا كلها، لا يشوفك بس ماخذ حبة عنب واحدة. بدك تفوت على الجامعة؟ شو بدك تدرس؟ عربي. ادرس محاماة منشان تصير تدافع عن الأرض. بعدين ما أعطونيش السلطة ولا إشي، وظل حدا مع غنى، ولا واحد قادر يمشي من هنا لهنا. في واحد إنه في جامعة برزية، مش إشي نعطيه. وإنت بدك تدرس؟ بعدين يجي فضل وقت تيجي علينا حالة زي هيك.